بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة علم علوم معكم مستر محمد المصري معلم خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. حبايبي اه إحنا بنقدم لكم سلسلة مراجعات نهائية لمادة الأحياء. مادة الأحياء من المواد اللي الطلبة في الفترة الأخيرة بتشتكي من اه إن هي ما بتعرفش تحل الأسئلة. هنقدم لكم النهاردة بإذن الله تعالى مجموعة من الأسئلة المعتمدة من المركز القومي لوضع الامتحان. الأسئلة دي احنا مش بنقول لك هي اللي هتيجي في الامتحان ولا الغرض من المراجعات ان احنا نديلك الامتحان زي النظام القديم، احنا بنتكلم على نظام تعليم جديد. الأسئلة اللي معانا بتقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع اللي هو نص عليه المركز القومي لوضع الامتحان. الأسئلة دي بندربك ازاي تعرف تتعامل مع السؤال؟ ازاي تعرف تحل؟ فبنعلمك طريقة الحل بأسئلة مميزة إن شاء الله يجي الامتحان قريب منه هنبدأ بقى حلقتنا النهاردة بسؤال معانا أول سؤال قد يصل عدد الأجسام القطبية إلى ثلاثة في الجهاز التناسلي الأنثوي عند استخدام الواقي الذكري اللولب الأقراص التعقيم الجراح هنا يا شباب لازم تسأل نفسك سؤال متى تتكون ثلاث أجسام قطبية؟ تتكون ثلاث أجسام قطبية عند الأنثى في حالة حدوث إخصاب للبويضة. لأن لو ما حدثش حمل، ما حدثش إخصاب للبويضة بيتكون جسم قطبي واحد وده كنا بنقوله زمان أيام الشرح كنا بنقول عدد الأجسام القطبية عند امرأة غير متزوجة كان بيوجد جسم قطبي واحد. عند امرأة متزوجة وحامل بيحدث أو بيحدث انقسام مايوزي أول ومايوزي تاني فبيكون عدد الأجسام القطبية ثلاثة. لو بصيت قدام حضرتك في الاختيارات هتلاقي الواقي الذكري، اللولب، الأقراص، التعقيم الجراحي. مين الوسيلة من وسائل منع الحمل اللي قدامك بيحدث معها إخصاب للبويضة؟ بيحدث معها انقسام مايوزي أول ومايوزي تاني للبويضة؟ أكيد بسرعة أنتوا بتقولوا يا مستر اللولب هتبقى الإجابة باء. ننقل لسؤال تاني تمام؟ النباتات الخشبية المسنة أكثر مقاومة للجفاف من النباتات العشبية بسبب وجود السليلوز. ده أ ب الجنين الكيوتين السيبورين د أكيد أنتوا ده سؤال مباشر إن هتقول لي يا مستر السيبورين لأن السيبورين يوجد في السيقان الخشبية أما السيقان العشبية لا تحتوي على سيبورين وبالتالي هتكون الإجابة عندي د برافو عليكم يا شباب أيوة كده عايزكم تتفاعلوا معايا تعالى نبدأ بقى سؤال جديد بقى بشكل مختلف هنا أسئلة الرسم خلي بالك يا دكتور المركز القومي لوضع الامتحان والاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم قال لك ان امتحان الاحياء السنه دي او امتحان المواد العلميه 46 نقطه، ال 46 نقطه منهم 40 نقطه اختار من متعدد ونقطتين مقالي. في منهم اختيارات من الاسئله اختياري 13 سؤال بدرجتين، فركز في السؤال وفي قراءه السؤال، عشان تعرف تحل سؤال الرسم لازم تتامل وتقرا السؤال جيدا. قراءة السؤال أنا بقول للطلبة قراءة السؤال قراءة رأس السؤال أهم من راسك لأن هي اللي هتوجه رأسك هتفكر فين. فركز بقى كويس معايا في رأس السؤال من خلال دراستك للشكل المقابل. ما الذي يعبر عنه سين المشترك بين الكائنات الثلاثة؟ مديني هنا كزبرة البئر وذكر نحل العسل زي ما زار قدامك وبلازموديوم الملاريا والمشترك بينهم ده مين سين. بقى مين اللي بيعبر عنه سين المشترك بينهم الثلاث تعال نشوف الاختيارات اول اختيار القدرة على اتمام التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي تمام عدد المجموعات الصبغية نوع الانقسام المكون للامشاج وضوح ظاهرة التطفر لازم بقى نتعلم نحل ازاي اول حاجة ابص هنا القدرة على اتمام التكاثر اللاجنسي والجنسي كزبرة البئر دي بتتكاثر جنسي ولا جنسي تمام بلازموديوم الملاريا تتكاثر جنسي ولا جنسي ذكر نحل العسل ما بيتكاثرش الا جنسي فقط ذكر نحل العسل زمان تعرف انت عارف ناتج من تكاثر لا جنسي بالتوالد البكري لكنه لا يتكاثر الا جنسي ذكر نحل العسل ما بيتكاثرش الا جنسي يبقى اختيار الف استبعدناه وده الحل بالاستبعاد عدد المجموعات الصبغيه كزبره البئر فيها اطوار نون واطوار اتنين نون بلازموديوم الملاريا فيها اطوار نون واطوار اتنين نون لكن ذكر نحل العسل كل خلاياه احادية المجموعة الصبغية يبقى كده استبعدنا اختيار باء نوع الانقسام المكون للامشاج ها ركز كده ايوة يا مستر كزبرة البيري كوانات الامشاج بالانقسام الميتوزي تمام ذكر نحل العسل بيكون حانات المنويه بالانقسام الميتوزي بلازموديوم الملاريا بيكون الاطوار المشيجيه بالانقسام الميتوزي يبقى اذا المشترك ما بينهم نوع الانقسام المكون للامشاج وبالتالي هتكون الاجابه جيم برافو عليكم سمعكم بتقولوا معايا ايوه يا ابني كده بقى طلع كراستك وقلمك واكتب ورايا الحاجات المهمه اسئله معتمده ان شاء الله يجي زيها في الامتحان ادرس بقى الشكل المقابل جيدا ثم استنتج ما الذي لا يمكن ان يمثله الحرف س مديني إذا ما ظهر قدامك على الشاشه فرانكلين واتسون وكريك وايه المشترك ما بينهم سين؟ ما الذي لا يمكن؟ انا بقول قرايه السؤال مهمه جدا. تحديد موضع القاعده النيتروجينيه فرانكلين حددت موضع القاعده النيتروجينيه واتسون وكريك قالوا ان هيكل السكر فوسفات جهه الخارج والقاعده النيتروجينيه جهه الداخل. يبقى دي مشترك ما بينهم. تحديد موضع هيكل السكر فوسفات زي ما قلت الاثنين حددوها يبقى ده كده كلام بيدل عليه سين. وجود اكثر من شريط في تركيب الدي ان ايه اه وجود اكثر من شر... من شريط فرانكلين قالت ايه استنتجت لما نشرت صورها نشرت الصوره 51 من خلال نشرها للصور دي ايه اللي حصل قالت ان الدي ان ايه عباره ان هيكل السكر فوسفات جهه الخارج والقاعده النيتروجينيه متعامده على طول الخط جهه الداخل قطر اللولب يدل على انه يتكون من اكثر من شريط تمام واتسون وكريك قالوا ان الدي ان ايه عباره عن شريط مزدوج يشبه السلم برضه اكثر من شريط تمام يبقى ده مش هتنفع تحديد نوع الارتباط الكيميائي بين القاعده النيتروجينيه ايوه اللي حدد نوع الارتباط الكيميائي بين القاعده النيتروجينيه وبعضها ده واتسون وكريك مش فرانكلين واتسون وكريك قالوا ان القاعده النيتروجينيه ترتبط مع بعضها بروابط هيدروجينيه وترتبط القاعده النيتروجينيه مع نيوكليتيدت الدي ان ايه بروابط تساهميه يبقى اكيد ده لا يمكن ان يمثله الحرف مين سين تبقى الإجابة دال برافو يا شباب. انقل بقى معايا لسؤال برضو يقتضي منك التركيز لأن أنا بقول التركيز أهم حاجة يا جماعة في حل أسئلة النظام الجديد. النظام الجديد محتاج هدوء محتاج طالب فاهم مش حافظ مش حافظ أيوه. الجدول التالي يوضح نسب أعداد القاعدة النيتروجينية في المادة الوراثية لثلاثة خلايا. أدرسوا جيدا ثم أجب. هنا بقى عندي الثلاث خلايا س ص ع زي ما ظهر قدامك مديك النسبه المئويه للقاعده النيتروجينيه في الماده الوراثيه عندي A و T و C و G A ادينين T ثايمين سيتوزين جوانين طيب لو بصيت ل هتلاقي الـA بتساوي T ده كله ان هم 21% السي 29% و في 29% دول بيساووا بعض يعني معنى كده ان ان ايه هنا مزدوج صاب ان ال لا تساوي التي والجي لا تساوي السي زي مزار قدامك ده 21 ده 29 ده 29 ده 21 خلية عين بيساوي بعض الاي بتساوي التي ده دي اني مزدوج طب تعالى بقى نستنتج من الكلام ده ايه الخليتان س وص ينتميان لنفس العضو س وص لا مش ينتميان لنفس العضو لان القاعد الادينين او الثيامين فيهم في الاتنين مش متساوي تمام الخليتان س وع خلايا جسديه لنفس الكائن ايوه ده ينفع يا مستر لان الاي بتساوي متساويه في س وع والتي متساويه والسي متساويه والجي متساويه فينفع لكن الخلتان س و خلايا جنسيه لنفس الكائن ما نعرفش دي خلايا جنسيه لان ما ادانيش العدد الصبغي نون ولا اتنين ن هتكون بقى بالتالي عندي الاجابه بقى ده شباب سؤال مهم نين اللي سؤال تاني بقى برضو سؤال رسم بيان انا بقول للطلبة دايما الرسم البياني سؤال مهم جدا وسؤال سهل جدا كمان لان بيديك السؤال والاجابة معاك بس محتاجك ان انت تركز وتقرأ الرسم البياني صح انا عندي في الرسم البياني في الكيرفات بتاعته عندي منح... يعني متغيرين المتغير الأفقي ده الأول والمتغير الرأسي ده التاني تمام لو انا بصيت بقى لازم أبص على المتغير الأول اللي هو السين الزمن بالأيام الصادي بقى اللي هو تركيز الأجسام مين المضاد فالراجل بيسال بقى بيقول لك الشكل المقابل يعبر عن الاستجابه المنعيه نتيجه اصابه ثلاثه اشخاص باحد الكائنات الممرضه في نفس الوقت. ادرسه جيدا ثم اجب ما الذي يمكن استنتاجه؟ تركيز الاجسام المضاده منخفض في سي بسبب اصابته بعدوى فيروسيه تظهر اعراض المرض على الشخص سي بينما لا تظهر على الشخص بي الشخص بي سبق له تناول اللقاح الذي اصيب به الاستجابه المنعيه في ايه تعتمد على الخلايا الذاكره الباقية والتائيه لهذا الشخص يا جماعه بص كويس وتامل هتلاقي ان التلاتة دول في نفس الوقت بس تركيز ايه عالي شايف كويس تركيز ايه عالي ده معنى ان ايه استجابه مناعيه ثانويه لما يقرب سبق الاصابه به او ان هو هذا الشخص قد تناول اللقاح لكن بي وسي دي استجابه اوليه لما يقربات جديد اسالك سؤال غير اللي في ال... في السؤال اللي معانا كم عدد الميكروبات التي اصيب بهذا هذا الشخص؟ الشخص ده اصيب بثلاث ميكروبات. ميكروب A دي سبق ان هو اصيب به او تناول لقاح له و وC دول ميكروبين مختلفين عن A تمام ده ممكن يجي سؤال لكن لو انت لاحظت ان الاستجابه المناعيه في ايه؟ تعتمد على الخلايا الذاكره البائيه والتائيه لان هو لهذا لأن الشخص ده قد اصيب بهذا الميكروب فتكون دال هي الإجابة الصحيحة يا شباب تعال بقى سؤال بشكل مختلف السؤال اللي قدامك احنا قلنا ان الامتحان بتاعك في اسئلة مقالية والسؤال المقالي عندنا يا شباب السؤال المقالي بتاعنا بيكون ايه بيكون سؤال مقالي يعني لا يقتضي اللي هو اجابة واحدة والاجابة محددة زي ما جاء في مؤتمر معالي الوزير ان قال ان ان هيحدد لك الاسطر بتاعه الاجابه فانت هتجاوب على مقدار الاسطر المحدده كمان اجابه الاسئله المقاليه او تصحيح الاسئله المقاليه تصحيح الكتروني طب واحد طلبه بتسال النهارده الاسئله المقاليه ممكن تحتمل اكثر من معنى ازاي تتصحح الكتروني الموضوع بسيط يا جماعه انها تحط لك اسئله لا تحتمل الا معنى واحد واسئلة هتكون مركزة ان انت تجاوب على قد الاسطر بس مش زمان بيفكرني زمان الكلام ده زمان بقى كنا بنطلع كنترولات السنة العامة نصحح للطلبة كان في سؤال جاي اجابته اربع سطور الطالب جاوب اربع صفحات انا هو جاب الموضوع من اوله وقعد يكتب انا عشان عارف مشيت وراه وقعدت لحد ما وصلت للاسطر بتاعت الاجابة وعملت على خط بالاحمر واديته درجة زميل ليا بيصحح لقى نفس الورقه ما السؤال راح مدي صفر على طول ده لان العنصر البشري فيه مشاكل ما هو ممكن يكون بيبص على الاجابه بس ما لقاهاش صفر لا احنا ممكن مصحح تاني يدور ويحتمل لك الاحتمالات لا النظام المقالي الجديد ما بيحتملش اكثر من اجابه وبرضه تصحيح الكتروني ما فيش فيه عنصر للميول البشريه فبنديك سؤال زي ده ملوش الا احتمال واحد بص للسؤال بقى يا ابني كده كويس الشكل البياني بالتالي يوضح معدل توتر جدار خليه نباتيه فسر ارتفاع المنحنى في الجانب ا لو بصيت هنا توتر الجدار في النص في الجانب ألف ده ليه؟ عشان دخل الماء بالخاصية الاسموزية فانتفخت الخلية واكتسبت دعامة في السيولوجية. يبقى ده هنا بسبب اكتساب الخلية دعامة في نتيجة امتصاص الماء بالخاصية مين؟ الاسموزية يبقى ده كده كلام بسيط والسؤال مقالي لا يحتمل اكثر من اجابة ما الهرمونات الاعلى تركيزا في شريان خصة ذكر بالغ عارف انت الخصة الشريان الشريان بيمد الخصية بايه بيمد الخصية بالهرمونات القادمة من الغدة النخامية فاكيد انت هتبص للاختيارات وتقول يا مستر بدون تفكير هتكون الاجابة اس FSH وال اتش طب لو هو حور في السؤال وقال لي وريد خصية ذكر بالغ هيبقى طالع منه التستوستيرون والاندروسترول لكن سؤالنا هتكون الاجابه ج تمام ايوه بقى سؤال مهم وسؤال جديد ركز بقى ورقتك وقلمك معاك انت يا ابني خليك معايا من خلال دراستك للشكل المقابل اذا كان ل اذا كان لام تمثل نشاط انزيم اللولب فاي مما يلي يمثل س وصاد على الترتيب بص كده للرسم كويس جدا لام نشاط انزيم اللولب هنا س ثابت وصاد بينزل مع الزمن هنعمل ايه؟ تعال نشوف الاختيارات. يبقى س دي الرابط الهيدروجينيه بين القواعد ص الرابط التساهمي بين النيوكليتيدات الرابط التساهمي بين النيوكليتيدات الرابط الهيدروجينيه بين القواعد الرابط التساهمي بين القواعد تمام لو انتوا بصيتوا كده ده يا جماعه لام ده انزيم مين؟ اللولب اللولب بيعمل ايه؟ ها؟ بيكسر رابط الهيدروجينيه بين القاعده النيتروجينيه طب لما يكسر رابط الهيدروجينيه يبقى مع مرور الزمن عدد الرابط الهيدروجينيه بيقل يبقى اكيد الروابط الهيدروجينية هتبقى طالما بتقل مع مرور الزمن هتبقى صاد تمام طيب لكن الرابط التساهمية عددها هيكون مين ثابت ايوه ثابت يبقى الاجابة كام يبقى الاجابة اختيار ب برافو عليك وسامعكوا بتجاوبوا معايا سؤال حلو وسؤال جميل تعالوا نشوف سؤال تاني برضو الشكل المقابل يوضح معدل نشاط ثلاثة انزيمات بالمرة مختلفة في درجة حرارة مختلفة أدرسه جيدا ثم اجب اي من هذه الانزيمات يمكن ان نستخلصه من بكتيريا اشريشيا كولاي التي تقطن في امعاء الانسان بكتيريا اشريشيا كولاي يا شباب اللي بتعيش في امعاء الانسان بص كويس للرسم البياني مديك هنا درجة الحرارة والنسبة المئوية ومديك ثلاث منحنيات A بالاحمر و B بالازرق و C بالاخضر بكتيريا بتعيش في كولون الانسان في الامعاء الغليظة بتاعت الانسان البكتيريا دي هتعيش في درجة حرارة أعلى أو أقل من درجة حرارة جسم الإنسان؟ لا يا مستر أكيد هتكون درجة الحرارة اللي تكون عندها أعلى نشاط هي درجة حرارة المثلى لجسم الإنسان يعني من 37 ل 40 ما بين ده لو بصيت بقى في المنحنيات الثلاثة هلاقي إيه؟ أقصى نشاط له عند 40 إيه إيه بي هلاقي أقصى نشاط عندي 60 سي عندي 80 يبقى أكيد اللي هتعمل في درجة حرارة مماثلة اللي هي هتكون مين؟ درجة حرارة جسم الانسان هتكون ايه اللي هي عند من 38 ل 40 يبقى الاجابة الف نروح لسؤال تاني عند وضع خلايا نباتية في انبوبة بها ماء مقطر انتفخت الخلايا تماما اي مما يأتي سينعدم يا شباب ضغط امتلاء الخلايا الضغط الاسموزي للفجوة العصرية حركة الماء الى الفجوة العصرية حركة الزائبات الى الانبوبة انا حطيت خلية نباتية وخلي بالك خلية ايه نباتية الخلايا النباتية لها جدار خلوي لو تتحطط في ماء مقطر المية هتدخل وتنتفخ وتزداد في الحجم لحد حد معين وتتوقف بسبب تساوي ضغط الاسموزي مع ضغط الامتلاء في الحالة دي مش هتنفجر واحد يقول يا مصر هتنفجر ليه عشان دخل ماء مقطر هدان ندخل لحد ما تنفجر الخلايا النباتية ما بتنفجرش لكن لو لي في الاختيار او في السؤال خلية حيوانية او كرية دم حمراء هتنفجر لان الخلايا الحيوانيه او كرات الدم الحمراء ما عندهاش جدار خلوي وعندها غشاء بلازم فهنا حركه الماء هتدخل للفجوه العصاريه ثم بعد فتره هتتوقف بسبب ان ضغط الامتلاء يقدر يقاوم الضغط الاسموزي المسؤول عن حركه الماء الى داخل الخلايا النباتيه وبالتالي هتكون الاجابه ج سامع وشايف الطلبه بتجاوب معايا برافو عليك يا ابني تعال بقى اي الهرمونات التاليه يتم تثبيطها اثناء الحمل لمنع انقباض عضلات جدار الرحم وده سؤال مباشر وسهل انها تقول لي بسرعه الاكسوتوسين لان هرمون الاكسوتوسين ده بيعمل ايه؟ بيعمل على زياده تقلصات عضلات الرحم في نهايه فتره الحمل تسهيلا لعمليه مين؟ الولاده فاحنا عايزين اثناء لمنع انقباض عضلات الرحم يبقى هندي هرمون مثبط او هندي ادويه مثبطه لهرمون مين؟ الاكسوتوسين فتبقى الاجابه الف سؤال برضو مقالي من الأسئلة المقالية التي لا تحتمل إجابتين الشكل البياني التالي يمثل مستوى هرمون الكالسيتونين وكالسيوم الدم ادرسه جيدا ثم أجب عندي هنا يا شباب هرمون مستوى الطبيعي لهرمون ومادة معينة هو بيسأل بقى الحرف الذي يشير إلى هرمون الكالسيتونين هو بيسأل بقى هيبقى سين ولا إكس ده سؤال مقالي أيوة سؤال مقالي تمام انت بقى ركز بقى معايا هرمون الكالسيتونين ده بيعمل ايه هرمون الكالسيتونين ده بيقلل من مستوى الكالسيوم في الدم طب لو نقص الكالسيتونين هيزيد مستوى الكالسيوم في الدم يبقى حضرتك لو بصيت هتلاقي ان س ده لما نقص زاد اكس يبقى اكيد س ده هرمون الكالسيتونين واكس ده الكالسيوم فتكون الاجابه حرف واحد هينفع سؤال مقالي اجابته حرف وارد يجي حاجة زي كده هو بيستخدم بيقيس قدرتك على التفكير والتحليل وان انت تصل الاجابة بنفسك دي مهارة من مهارات اللي بيقيسها الامتحان اخر بقى سؤال معايا ادرس المخطط التالي جيدا ثم اجب عندي هنا يا جماعة وعاء دموي واحد وعاء دموي اتنين وعندي الغدة الدرقية عليها اربع حاجات صغيرة بالازرق دي الغدد الجرات الدرقية هرمون عين ده سؤال مقالي هرمون عين ده ايه ده بيفرز منين هرمون عين بيفرز من الغدد الجراد الدرقية راح للعض راح لرأس عظمة الفخذ عمل ايه بقى تعالوا نشوف بقى بيسأل بقى لا ما الهرمون الهرمون عين هو ايه اكيد هيبقى البرس زيادة المادة لام تؤثر على افراز الغدة الجرد بالاجابة بالاجابة ما مدى صحة العبارة هتكون العبارة خاطئة لان المادة لام ايونات الكالسيوم وانت عارف ان البرس بيعمل على زيادة مستوى الكالسيوم في الدم فهنا مش هيكون تاثيره هنا بيقول لك بالايجاب فالعباره لازم تكون مين خطا حبايبي طلاب الثانويه العامه دي اسئله سريعه بنوريها لك على نمط اسئله اه امتحان اه كان معكم مستر محمد المصري معلم خبير الاحياء بوزاره التربيه والتعليم شكرا لكم وشكرا لمتابعين اليوم السابع